أحيت الفنانة المغربية أسماء المنور، أو كما يحب أن يطلق عليها محبوها ملكة الأندلس، حفلا ضخما في إكسبو دبي، احتفالا واحتفاء باليوم الوطني المغربي في إكسبو دبي 2021 بحضور فنانين ومشاهير مغاربة، حيث شاركت أسماء المنور عبر حسابها على إنستغرام عدة صور من الحفل وأرفقتها بتعليق: ليلة تاريخية امتزج فيها الاحتفال والاحتفاء بالوطن ولو في ظروف استثنائية، فخورة بتمثيل بلدي في هذا المحفل العالمي الذي كرم المملكة المغربية المغربية برموزها وألوانها الضاربة بجذورها في عمق التاريخ. شكرا للجمهور الكريم الذي حضر من مغاربة ومحبين المغرب، وكذلك جزيل الشكر للفنانين والمشاهير من مغاربة العالم الذين حضروا من أجل الاحتفاء بالوطن. عبد الفتاح الكريني، جميلة البدوي، سفيان رحيمي، رجاء بلمير وعمر بلمير ورضا الوهابي. Oh.